السلام عليكم. بالنسبة لعبد القادر مسهل، الله لا يسهل عليك المهمة ديالك كوزير الخارجية الجزائر في استغباء الشعب الجزائري وتشويه صورة المغرب والمغاربة. أولا اللي تيقول لي باللي كلام عبد القادر المساهل كيمثل راسه ولا كيمثل الحكومة اللي هو وزير فيها ولا كيمثل النظام اللي هو وزير الخارجية ديالو غالط بزاف. الكلام ديالو ما كيمثل الشعب الجزائري كله، ولا غيكون الشعب الجزائري احمق الا كان كيتيك بحال هذا الكلام، والا كانوا كيسوقوا لي هذا الكلام وكيقول لهم نعم سيدي هذا هو الشيء اللي كاين، ولكن كيمثل كلام ديالو الناس اللي صفقوا لي في هذاك الندوه واللي باين واضح التصفيق ديالهم في الفيديو سواء كانوا جزائريين ولا ماشي جزائريين. النخبه اللي بقات جالسه حداه وتا واحد فيهم مناض واعترض سواء كانوا جزائريين ولا غير جزائريين، هذوك هما معنيين بإهانة المغرب والمغاربة. عاقلين واحد نهار وأكثر من مرة وقعت باللي رئيس حزب مغربي مثلا ولا شي شخصية مغربية حزبية ولا غير حزبية أساءت لدول شقيقة، كيفاش ناضت الدبلوماسية المغربية كاملة ببيانات رسمية كتقول باللي هذاك الكلام كيعبر على رأي شخص مغربي أو جهة مغربية ماشي الرأي ديال الدولة المغربية. إذا احنا كنحترموا جيراننا والأشقاء والناس اللي بعاد علينا، كنوضحوا ديما باللي أغلاط الأفراد لا تمثل الجماعة ولا تمثل الدولة، ولكن عند الجزائريين ما كيوقعش هذا الكلام. غتقولي النخبة الجزائرية والشعب الجزائري ولا خويا عالراس والعين، أنا الناس كاملين الصينيين والباكستانيين والبرازيليين وكل شعوب الأرض خوتي طالما هم محترميني وأنا محترماهم. أما الإهانة من شخص وما يخرجش الدولة وتوضح باللي هذاك الموقف ما كيمثلهاش، إذا هذاك يتسمى إهانة للشعب بأكمله. ثم هو تيقول باللي البنوك في أفريقيا، البنوك المغربية في أفريقيا المهمة ديالها هي تبييض أموال الحشيش. عندك وثائق؟ واش أنت وزير خارجية ولا وزير بوزبال ولا أنت جاي من الزنقة ولا ما فهمتش شنو هي هاد الخدمة ديالك؟ واش ما قروكمش في كلية العلوم السياسية في الجزائر ولا إلا كنت قريت مثلا برا باللي المرافعات الدولية القانونية ولا الدبلوماسية كتكون بالوثائق وبالأرقام؟ فين هي الفضائح اللي عندنا في المغرب على البنوك المغربيه في افريقيا وتبييض الى اخره؟ مالك مالك ولا قلقوك يعني حيت كاين اثرياء افريقيا كاملين فيهم نسبه كبيره من المغاربه ودايرين تحويلات الاموال لافريقيا باش يستثمروا، مالك انت يعني اش مقلقك في هذه المساله؟ كنت باغي الاثرياء الجزائريين يديروا بحال هكا؟ ما غيديروش، جالسين في اوروبا كيتنعموا بفلوس اللي هربوها من الجزائر. اما احنا المستثمرين المغاربه ديالنا سواء الشخصيات اللي سياسيه ولا غير رجال الاعمال العاديين، هذوك عزيز عليهم يستثمروا برا ويكبروا اسم الماركات والشركات والقطاع الخاص المغربي في افريقيا. ما عني ما ندير ليك صراحه، هذيك ثقافه، احنا المغاربه عزيزه علينا نكبروا شاننا واسم البلاد واسم الماركات المغربيه، وانتم عزيز عليكم تجمعوا الفلوس في الفيلات والقصور في اوروبا. ثاني حاجه الخطوط الملكيه المغربيه، اسمح لي سيصور على الخطوط الملكيه المغربيه، يمكن ما تكونش احسن خطوط في العالم وعندها يمكن مشاكل في بعض الوجهات السياحيه والى اخره، ولكن عندها احتكار كامل على دول غرب افريقيا. عرفت هذيك دول غرب افريقيا؟ المغرب عنده خطوط الملكيه احتكار كامل، ما كاينش طيران اخر كيمشي، فهمتني؟ والناس والطيران المغربي ديما عامر الاسيا ولا الاوروبا ولا الامريكا ولا افريقيا. هادشي وقيله مقلقك شوي، هذاك ما تحقش على الناس. الا كان عندكم نسبه الاميه كبيره ونسبه الجهل والغباء والقدره على استغباء الشعب الجزائري المسكين، يعني بعض الفئات اللي قادره تسوق ليها انت بحال هذا الكلام، تقول لهم خطوط ملكيه وتهريب الى اخره، حشومه هذا الشيء مع السكيورتي، قوانين السكيورتي. واحد بني ادم ما قادرش يهز قرعه ديال 200 ملي سائل في الطياره وانت جاي باش تقول الطيران المغربي كيهربوا الى اخره، هذيك هدره ديال الزناقي عفاك حشومه. ثم انت كتعينا باللي المغرب منطقه حره شركات الاجنبيه باش يجيو يستثمروا، فين العيب باش يديروا تحريك سوق العمل ونقلل من البطاله؟ ماشي عيب ماشي حشومه. واش انت عندك الجرأه بحال معاييرتنا في هذه المساله تصير تعاير الامارات العربيه المتحده، دبي اللي هي سوق حره معفاه من الضرائب ومع ذلك ولت اقوى اقتصاد؟ هذا تشجيع، هذه سياسه اقتصاديه واعره واعره عليك انت اللي ما فهمش وما قاريش كيفاش كيجيبوا الاستثمارات الاجنبيه، جاي تعايرنا بشي حاجه اللي هي واو.
شي حاجة اللي العالم منبهر فاش داروها في دبي وغير دبي. قال لك عنده تقارير تصنف الجزائر باللي هو الأجمل والأكثر استقرار. سير عارف ويكيبيديا هذاك الموقع التافه السطحي اللي فيه معلومات يقدر أي واحد يدخلها وغيره، حتى هذا كاتب على السياحة اللي عندكم في الجزائر إنها ما زالت في مرحلة الإنفانسي، يعني مرحلة الطفولة المرحلة الأولية. أش من سياحة عندكم؟ يلا 8% من الدخل الوطني ما دخلش من فلوس السياحة. أش من سياحة وأنتم عندكم السانك إطوال ما كيساويش 3 إطوال عنا في المغرب. بالنسبة لهذيك دوينج بزنس، قال يعني أنت وليت كتعرف تهدر بالأونجلي مزيان أخويا. أجي هذاك التقرير الرقم اللي جبته على دوينج بزنس للجزائر باين فيه النسبة ديالو أعلى من المغرب، هو سميته countryeconomy.com. في ارقام اخرى مقارنه ما بين المغرب والجزائر ولكن انت ما بغيتش تشوفها، شفت هذاك الشيء اللي على خاطرك انا جبتهم ليك. اولا كيقولوا باللي تحت خط الفقر في المغرب 15%، عندكم في الجزائر 23%. حشومه. التضخم عندنا في المغرب 1.8%، عندكم في الجزائر 5.9%، وعندكم النفط وعندكم انتم اجمل بلد في العالم واكثر استقرارا. البطالة عندنا في المغرب 9.9%، عندكم في الجزائر 9.9%، مع أن أنتم اقتصاد نفطي. واو غريب. الميزانية عندنا احنا نسبة العجز بحالنا بحال دول كتير في المنطقة، النفقات مثلا هي 29 بليون دولار، بينما الانكم تقريبا 25 بليون. عندكم النفقات 60 بليون والمدخول 42 بليون، عندكم عجز 3 أضعاف العجز اللي في المغرب. نجيك دابا الارقام اخرى كامله موجوده في كونتري ايكونومي اللي انت ما بغيتش تشوفها. قال لك ميزانيه الدفاع عندكم 255 بليون دولار، عندنا في المغرب فقط 99 بليون دولار، ومع ذلك احنا محميين والحمد لله في الداخل وفي الخارج وعلى الحدود ديالنا، وحتى اوروبا كتعاون معنا في مساله مكافحه الارهاب، اما انتم ما عرفتش فاش كتعاون معكم. التعليم، التعليم واخا عندنا التعليم في المغرب ماشي في افضل حالات، ولكن على الاقل احنا عندنا الدوله وفقا للتصنيف في كونتري ايكونومي تيقول باللي كتصرف 18% من الميزانيه حاليا على هذاك مساله التعليم ككل، مش كنهضر على ميزانيه 2017 ولكن ككل النسبه، اما عندكم 11%. علاش ما بغيتوش تقروا الناس باش يخدموا في هذاك قطاعات النفط اللي غاديه وهي هابطه لتحت؟ طيب نجي دابا لواحد تقرير اخر اللي تيقول باللي 5% من حجم استثمارات القاره الافريقيه يعني البينيه ما بين دول افريقيا استحوذها المغرب، وبذلك هو احتل المرتبه الاولى من الاستثمارات الافريقيه في افريقيا. داركم خاطركم. نجي دابا الاستثمارات اللي خلقها المغرب فقط خلال 6 أشهر، يعني تخيل احنا الملك محمد السادس غير 6 أشهر وهو جولات في افريقيا ميدانيه، وقبلها 4-5 سنين يقولوا هذيك تحضيرات، جبنا 4000 وظيفة في إفريقيا، بينما جنوب أفريقيا اللي هي تعتبر أقوى دولة في إفريقيا في الاقتصاد وفي الإيكونومي وفي الألماس وفي النفط وإلى آخره خلقت فقط 3000 وظيفة، أما أنتم خارج الحسابات نهائيا. دوماج. ومن بعد جيت نقول لك إلى كانت مسألة مثلا البنوك والخطوط الملكية المغربية غير كتنقل أموال وإلى آخره والتهريب، كنتوا أنتوا وليتوا مثلا عبر الخطوط الجزائرية أحسن دولة في العالم. إلى كان المال كيبني، علاش أنتوا مثلا أموال النفط ما قلبتوش المدن الجزائرية بحال الإمارات العربية اللي قلبت الإمارات إلى واحدة من أكثر دول العالم تطورا في كل شيء، في التعليم وفي التنمية وفي المساواة الجندرية و و و إلى آخره. علاش كون المال كيصنع الرجال، علاش ما صنعش رجال مفكرين اقتصاديين؟ انا كنهضر على صعيد الحكومه والدوله ماشي على صعيد الشعب، مع احترام للشعب، ولكن انت كتمثل الدوله كامله، انك وزير خارجيه. ثم عزيزي كيفاش بغيت الاستثمارات الافريقيه تجي عندكم؟ انتم في ديسمبر الماضي 2016 في المنتدى الافريقي اللي دار في الجزائر رئيس الحكومه ديالكم الدابز مع رئيس المقاولات، دابا اش من مستثمر غيحترمكم؟ الا كنتم مدبزين مع بعضياتكم، اش من مستثمر خارجي تيقول لي احنا عندنا دوينج بزنس اكثر منكم في المغرب؟ لا عزيزي، نود 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 نود. راه انتو انا اظن انه هذاك المشهد ديال رئيسة المقاولات في المغرب مع الحكومة مع جولة الملك اللي كان في هذاك المشهد كان قاسح عليكم، مقابل المشهد الفضائح اللي كان عندكم في منتدى الافريقي في الجزائر قبل عدة اشهر. ثم اكيد 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 واحد تخيل واحد وزير خارجيه الجزائر وهو كيشوف المغرب انضم للاتحاد الافريقي، وها هو غينضم الدول مجموعه غرب افريقيا قريبا، وها هو المغرب داخل مع الفرنكوفونيين والانجلوفونيين في القاره، كيفاش بغيتو ما يوليش عنده كريزه ومرض نفسي؟ اكيد طبيعي.
ثم في الوقت اللي تيقول فيه موقع كارنيجي انترناشونال انداومنت اللي هو واحد من اهم مراكز الدراسات والابحاث الاستشرافيه على المنطقه وعلى العالم، تيقول لك باللي هو في اخر دراسات لي على الجزائر كيقول لك بها حسب البنك الدولي انخفضت قيمه الدينار الجزائري 20%، البطاله 30%، بالمقابل تهديدات امنيه، نزاعات اثنيه، وعدم استقرار عندكم في الجزائر. مساكين مساكين، اجوا مره مره نعطيكم شي خطط امنيه استباقيه بحال هذيك الناشئه عند المغرب. اولا ايضا وايضا بالنسبه للتقارير انا نجبت لك شحال ما بغيت. افريكاز ايكونوميك بروسبكت هذا الموقع تيقول باللي في الوقت اللي الانخفاض كامل في الصناعات المرتبطه بانتاج النفط في الجزائر والى اخره، وتراجع اسعار النفط والاقتصاد going down، في الوقت المغرب going up في مجال الطاقة البديلة، لأنه المغرب يستثمر في المستقبل بينما أنتم تستثمرون في الماضي المندثر. أيضا وأيضا قال لك باللي الميزانية اللي وقع عليها الرئيس العاجز عنكم، هو عاجز ماشي حيت مقعد، المقعدين فيهم عقل وفيهم قوة تخطيط أكثر من أكثر من غير مقعدين، ولكن أنتم مقعد في إدارة الحكم، عاجز عن إدارة الحكم، ذاك الذي الحاكم الذي لا يخاطب الرعية. تيقول لك باللي زاد الضرائب باكثر من زادت الضرائب على زادت الضرائب اكثر من 3.8% على الجزائريين، هذا الشيء اللي قدر. قال لك باش يعوض الخساره اللي عنده في انخفاض اسعار النفط زاد الضرائب على الشعب المسكين. ما شاء الله ما شاء الله. نجبت لك حاجه اخرى، افريكاز موست كومبيتيتيف ايكونومي، هذا واحد التصنيف الاخر، او اللي تيقول لك باللي العشر دول اكثر اقتصاد ما موجودهش في الجزائر. دوماج دوماج ما موجودهش، ولكن يقول لك الجزائر متفوقه في شمال افريقيا على كل شيء. ايضا افريكاز فاستست جروينج ايكونومي ان افريكا، ايضا انتو ماشي في اللائحه، بغيت نعرف اش من مصادر اللي هي عندك في هذا الموضوع. ايضا ايضا بلائحه ليست اوف ليست كوربت افريكان كونتريز في القاره الافريقيه، الحمد لله انتم ما موجودينش بالاقل فساده، موجودين بالاكثر فساده، بينما تونس اللي هي جاره لكم موجوده بالاقل فساده، وانتم هنتوها بحال ما هنتوا المصريين في هذاك المنتدى اللي تنجاوبكم دابا فيه على الخطا العظيم اللي قلتوا فيه. اولا بالنسبه حتى ل مساله اخرى واللي هي التوظيف في قطاع السياحة، نجي مثلا مصر عندها نسبة توظيف قطاع السياحة 3000، المغرب عنده 2000، الجزائر عنده 660 موظف فقط، ويقول لك احنا احسن استقرارا والاجمل، كيفاش انتم الاجمل ما عندكمش سياحة؟ اخ يا الله. اش غادي نقول ايضا وايضا، افريكاز governance رانك اللي هو اختصاره IIAC ب 2016 اعتمد على ثلاث معايير اللي هي رول اوف لو، ناشونال سيكيورتي، والاكاونتابيليتي المحاسبه، سياده القانون والامن الوطني، وللاسف جيتوا انتوا في اخر اللائحه واحنا جينا في الوسط اي المغرب. اذا عزيزي ثاني مره شلل فمك بالجافيل قبل ما تهدر على المغرب، ونصفت لك شي جافيل من المغرب ان شاء الله قريبا.